يقوم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بزيارة ثانية إلى الصين غدا السبت. وقالت الخارجية الصينية بشأن ذلك إن تيلرسون سيبحث مع الجانب الصيني زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى الصين، كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقة الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. يقوم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بزيارة إلى الصين تلبية لدعوة وزير الخارجية الصيني وانغ يي. تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الزيارة في مناقشة كيفية تدعيم العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام. سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.